بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعي قناة رف الدبوك، أهلا وسهلا بكم. النهاردة صبيحة يوم 28 من رمضان، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. أعتذر إليكم اليوم لأني الشمس عندنا يعني محتجبة خلف الغيوم، فمنتظرها منذ فترة طويلة ولم تظهر حتى الآن، فلن أستطيع أن أقدم لكم شهادتي اليوم حول شمس 28 من رمضان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم ثواب ليلة القدر، وأعاد الله علينا وعليكم هذه الأيام باليمن والخير والبركات. Thank you.